اعلنت غرفه صناعه عمان عن انطلاقه معرض الصناعات الاردنيه في مدينه جنين الفلسطينيه نهايه الشهر الجاري بحضور ممثلين من غرفه تجاره وصناعه محافظه جنين ومشاركين في المعرض ويشارك في المعرض الذي تنظمه غرفة صناعة عمان وبدعم من هيئة الاستثمار أكثر من خمسين مؤسسة صناعية رئيس غرفة صناعة عمان فتح الجغبير قال إن الغرفة ستعمل على تلافي كافة السلبيات التي رافقت المعارض السابقة مشيرا إلى أن المعيقات التي يضعها الاحتلال بمنح تصريح الدخول للمشاركين لن تقف عائقا أمام إقامة المعارض السنوية في فلسطين